السلام عليكم، أتمنى تكون بخير إن شاء الله. عنوان الفيديو النهاردة معلومات مهمة عن كيفية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار في تركيا بقيمة 250,000 دولار. في ناس اشتروا عن طريقنا عقار بقيمة 250,000 دولار. اللي حصل، أنا عايز أحكي لكم الحكاية كاملة علشان تتبعوا هذه الخطوات إن شاء الله للحصول على الجنسية التركية بكل بساطة. أول حاجة، هم كانوا شقتين، اشتروا شقتين، الشقة ب700,000 ليرة، 3 غرف، وما شاء الله طبعا فرصة كبيرة من الفرص اللي احنا بنوفرهم. اشتروا ما شاء الله، منهم انهم هيربحوا بعد كده ومنهم الحصول على الجنسية التركية. الشقة تمنها 700,000 ليرة، التانية 700,000 ليرة، الاتنين 1,400,000 ليرة، حوالي بالدولار يعني النهاردة 265,000 دولار. اشتروها، ايه الخطوات؟ اتصلنا بشركة التقييم اللي بيقيموا ثمن الشقة، قيموا الشقة ب700,000 ليرة زي ما هم اشتروها بالظبط. وطبعا شركة التقييم بتاخد 1,000 ليرة، يعني اللي احنا كلمناهم، عشان ما شاء الله احنا بنحاول نجيب حاجات ونتعامل مع ناس عادلة بأسعار كويسة جدا. فخدوا 1,000 ليرة واحدة، 1,000 ليرة على تقييم الشقة الواحدة، على الشقتين 2,000 ليرة. فالحمد لله خلاص خدنا التقييم. وبعد كده إيه؟ الزباين واحنا والمالك الشقة رحنا مع بعض البنك، وهم عملوا ايه؟ هم كان عندهم الفلوس في حسابهم، عملوا مباشرة حولوا الفلوس من حسابهم لحساب المالك، لكن كتبوا في التحويل الفلوس ديت ليا 250,000 دولار، يعني في الحدود ديت لقيمة الشقتين وبيانات الشقة، الشقة في الدور ال 12، الشقة رقم الشقة كذا وكل حاجة. وبعد كده بعده ما خدوا الوصل وكده اللي هم حطوا في البنك رسمي اللي هو تمن 265,000 دولار، يعني 1,400,000 ليرة، خدوا ختم من البنك. وبعد كده رحنا الطابو مع بعض، وكتبوا في الطابو الشقة الواحدة ب700,000 ليرة، يعني الاتنين يعني ما خدوا شقتين، يعني عندهم اتنين طابو، فالشقتين 1,400,000 ليرة، يعني في حدود 265,000 دولار. فكتبوا بالطابو اللي هو تمن الشقة اللي هم اشتروا بيه الشقة 700,000 ليرة و700,000 ليرة. وطبعا اللي حصل بقى مهم جدا جدا، شركة التقييم ادت 4 نسخات طبعا لكل شقة وكده، نسختين، وما مثلا عندهم شقتين، تقييم الشقتين لكل شقة نسخة من التقييم، يعني نسختين للطابو، الطابو خد نسختين، والنسختين التانيين مع صاحب الشقة اللي هو اشتراها. وبعد كده الورق ده بيبعتوه لأنقرة، وبعد كده في الطابو بيكتب في الطابو بخصوص الجنسية التركية، وطبعا لمدة 3 سنين انك ما تبيعش الشقة خالص. وبعد كده الحمد لله الوقت هم مع المحامي، والمحامي قال لهم خلاص ان شاء الله في خلال شهر شهرين هتاخدوا الجنسية التركية. فانا عايز اقول معلومة مهمة جدا، اللي عايز يحصل عن جنسية تركية يشتري ما شاء الله عقار، احنا بنوفر عقارات بسعر لقطة، بسعر فرصة. يعني دلوقتي العقار اللي هم اشتروا دلوقتي ما شاء الله، اشتروا الشقة 3 غرف 160 متر في مجمع حراسة وكده، بعد 3 سنين ان شاء الله ممكن ما يتباعش اقل من 1,000,000 ليرة. الشقتين ب2,000,000 ليرة، دفعوا 1,400,000 ان شاء الله بعد كده هيكسبوا 2,000,000 ليرة، منهم هيحصلوا على الجنسية التركية ومنهم كسب كتير. ودلوقتي ما شاء الله وهم الوقت خلاص اشتروا الشقة، هيأجروهم، هيرجعوا بلدهم وهيأجروا ما شاء الله الشقة ويكسبوا منها فلوس. فإحنا نكون معاكم إن شاء الله لغاية آخر خطوة، لغاية ما تاخدوا الطابو ونوفر لكم إن شاء الله أشواق بسعر كويس. لأننا إيه السبب؟ لأننا إحنا منكم وإنتوا منا، بنحبكم جدا. وياريت يعني فضلا وليس أمرا تشاركوا الفيديو ده لكل الناس المهتمة بالحصول على الجنسية التركية. شكرا جزيلا وبنحبكم جدا، ونتمنى نشوفكم قريب في تركيا إن شاء الله. علي جمال، إسطنبول، تركيا. مع السلامة. بسم الله الرحمن الرحيم.
كنا مقررين أنا وزوجتي نشتري شقة في إسطنبول. بعد البحث حصلنا على شقة في إسطنبول والحمد لله والشكر بجهود أستاذ علي وشريكه المحترم، وطلعنا البارحة على الطابو. خلال 3 ساعات صار الطابو باسم زوجتي أو باسم العائلة الكريمة، والحمد لله والشكر مع متابعة أستاذ علي ما قصر ويانا، وجهوده كلش طيبة وحلوة وشريكه المحترم. وأنصح أي شخص يريد يشتري شقة في إسطنبول يتعامل مع أستاذ علي وشريكه المحترم، يعني يشتغلون بجهود وطيبين وبنية صافية ومحترمين، والحمد لله والشكر وأشكرهم جزيلا. احنا نشكرهم كثير، وقدرنا أن نطوب البيت بنفس اليوم، يعني شيء جميل جدا الحقيقة. ومثل ما تعرفون انتم يعني نحن غرباء في هذا البلد بالجماعه، وكفونا نصيتا ما حسينا بغربه، ما حسينا بشيء، حسينا انه اولادنا معنا في الشراء من البدايه الى النهايه. وهاي شقتنا الجديدة اللي اشتريناها من خلال الأستاذ علي وشريكة التركي، مشكورين كل الشكر. والمنظر العام يكشف كل اسطنبول، كل اسطنبول من كل جهاتها. ألف شكر لك أستاذ علي، وألف شكر لشريكة التركي ولمساعدتكم لنا. تحياتنا لكم. ألف مبروك، ألف ألف مبروك على الطابة. الله يبارك فيك أخوي علي، أنا شاكر ومقدم لك. والله أنا مبسوط أني شفت الطابة باسمي، يعني كلمة شكرا لا تفي حقك يا أخوي علي. أعطيتك وكالة وحطيت الطابة باسمي وأنا مش موجود عندكم، والله ما شفت يا أخ علي إلا الصدق والأمانة، يعلم الله. ولن يعني يقف الموضوع عند هذا الحد، يعني أنا ضروري جميع أقاربي وأصحابي أعطيهم خبر عنك، يعني يشتروا هم مرتاحين. صدق وأمانة وإخلاص ما شفتها بأي شخص ثاني. ألف شكر يا أخوي علي، شكرا شكرا جزيلا. علي جمال وشريكة تركي ناس موثوق بهم جدا جدا، وإلهم كل الشكر. وأنا بنصح كل واحد حاب يشتري شقة في تركيا أن يتصل بالأخ علي جمال وشريكة تركي من خلال اليوتيوب، ويختار شيء وهم حيوقفوا له مثل ما يقولون بالعراق سيف ودرع. وإلهم كل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم أبو فهد. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى وتعاون أخ علي جمال، اشترينا شقة في سلطان أيوب، والحمد لله كان سعر مناسب من أفضل الأسعار. والأخ علي ما شاء الله عليه يعني بأمانته وصدقه في الأمانة صراحة، الحمد لله اللي شفناه ولمسا منه كل خير صراحة، أفضل من الناس. أنا أنصحكم صراحة بالتعامل معه وعلى مسؤوليتي أنا إن شاء الله. بالتوفيق إن شاء الله لكل المتابعين، أتمنى لكم كل الخير. وألف شكر للأخ علي صراحة وشريكه اللي تعاونوا معنا صراحة، وكانوا قمة التعاون وقمة الأمانة والصدق في التعامل. يعطيكم ألف عافية إن شاء الله، شكرا. السلام عليكم. الحمد لله والشكر، استونا استلمنا الطابو من دائرة الطابو. نشكر استاذ علي جمال اللي قال لنا شقة بسعر مناسب جدا وما خلانا لحد ما استلمناه، وننصح الناس كلهم ان يتعاملوا وياه لانه انسان صادق وامين، وشكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا اخوكم العربي من العراق الشقيق، جيت تركيا ما اعرف كل شيء وما اندل كل شيء، من واحد لواحد ابو تاكسيات، واحد يوديني على واحد وواحد يوديني على فلان فندق، وشلع قلبي لحد ما اتصلت بعلي جمال اخونا المصري، جانا قبل طيران من الصبح وجاب لنا فندق بسعر كويس مناسب وخلف الله عليه، وما قصروا ويانا وشالوا وياي الجناطاني وعائلتي 4 نفرات. زين لما علي جمال انا كان تهت بتركيا، المنقذ الوحيد لاخواننا العرب في تركيا علي جمال، واللي ما رديته اتصاله موجود وفيسه موجود وانترنته موجود،
أخونا العزيز علي جمال الله يحفظه ويخليه لكل عربي يجي التركي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحب أتكلم عن تجربتي الشخصية مع أستاذ علي جمال في شراء عقار في تركيا. وأستاذ علي جمال قدر يلقى لي عقار جدا بسعر جدا رخيص ومميز، الموقع المميز اللي كان في يعني كابي على البحر مباشرة، وشقة جدا نظيفة والحمد لله وشكر الطابو سليم، وقدرنا نكمل المعاملة وما تركني إلى انتهى الطابو. وأحب أنه أنصح كل الناس العرب اللي يحبون يشترون عقار في تركيا، طابو نظيف واستلام نظيف ومعاملة نظيفة، يتواصلون مع أستاذ علي جمال وشكرا. مع خالد الصاعدي من المدينة المنورة. علي جمال حقيقة يعني جميل جدا، وجدت من الثقة، لا يبحث عن المادة، يبحث عن أهم شيء يعني يوصل للناس، يعني رجل يعني مهما تكلمنا فيه رجل جميل، رجل يعني يهم مصلحة الشخص اللي فيه قبل لا تهم مصلحته في ما يبحث عنه. والله يوفقه الحقيقة، وأنا أنصح التعامل معه جدا. علي راقي وإنسان يخاف الله ويبحث عن الأجود، يعني الحقيقة رحنا معاه لزراعة الشعر كمان، فالحقيقة يعني أنا أنصح التعامل معه لأنه يبحث عن الجودة، والدرجة الثانية يبحث عن السعر، وهو له وضع يعني خاص هنا، وأسأل الله أن يبارك فيه، وأنصح بالتعامل معه جدا يعني الحقيقة، يعني حتى لو الثمن برضه أسعاره جيدة، والله يوفقك إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا راح أحكي تجربتي الشخصية مع الأستاذ علي الجمال من حيث إيجار العقار. كنت في بغداد، كانت عندي مشكلة أنا وأسرتي في كيفية إيجاد سكن، وهاي مشكلة عويصة عند كل سائحي حب يجي إلى تركيا وتحديدا إلى اسطنبول. تعاملت مع كثير من أهل العقارات. اللي أريد اللي يميز علي الجمال برأيي الشخصي، الفيديوهات الدزاها والصور هي نفسها من جهة اللي جات على أرض الواقع. هاي مسألة. المسألة المهمة الأخرى، الشخص لقيته الساعة 8 الصبح من إجيت من المطار، أنطاني موعد 8 الصبح ولقيته 8 الصبح، وهذا يعني ميزة تحسب له لأنه دقة بالمواعيد، لقيته منتظرني رجل. والمسألة الثالثة والمهمة والمهمة المهمة، ثلاث خطوط تحت المهمة، بأنه السعر مناسب، أوجد لي الشقة لمدة شهرين تقريبا، وأكو خدمات ما بعد الإيجار والشقة اللي هو يسأل بين فترة وأخرى عليك شنو الحاجات اللي تحتاج، شنو المشاكل، اللي سكنك مريح لا ما مريح، يحاول يتواصل ويا أبو الملك باعتباره يحكي لغة تركية واللغة الإنجليزية واللغة العربية. أنصح بكل من يشاهدني بأنه يتعامل مع الأستاذ علي جمال، لأنه إنسان محترم وصاحب موقف وجاد في عمله ومناسب بالأسعار. تحياتي لكل المتابعين، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم علاء السلمون، أنا أول مرة لي هنا في اسطنبول مع الأخ علي جمال اسطنبول هنا. بتكلم عن تجربتي الشخصية معه ما شاء الله ومعاملته، بسم الله ما شاء الله عليه، يعني أخ عزيز برغم أن أول مرة أتعرف ليه، بس فعلا والله الواحد حس كأنه بيتعامل مع أخ لي، وكان لي الفضل بعد ربنا في أنه ساعدنا في موضوع الإقامة، دلني على مكتب كويس بأسعار مناسبة جدا، ودلني على مكان زراعة الشعر. تاني يوم وصلت مباشرة كنت خلصت العملية، وصلت هنا يوم الخميس الموافق 12 وعملت العملية 13، والحمد لله الأثر باين، وأثر إن شاء الله دايما معانا في كل حاجة، وجزا الله كل خير والله على عملية. السلام عليكم، أنا الأخ مهند من بغداد. أنا جيت إسطنبول قبل عدة أيام، وكان في استقبالي الأخ علي جمال، وكان استقباله أكثر من رائع. أنا زرت إسطنبول أكثر من مرة، لكن هذه المرة كانت الأفضل بسبب أنه الأخ علي جمال وفر لي شقة
سوبر ديلوكس السعر اكثر من مناسب، افضل منطقه مناسبه بصراحه. انا يعني حسيت بالارتياح كثير مع الاخ علي جمال، هو صار صديقي يعني. انا انصح كل الاشخاص اللي يحبون يجون الى تركيا في الشراء او البيع او الايجار مع الاخ علي جمال. للجميع الراغبين في الاستثمار وكذلك السياحة في اسطنبول فقط الاتصال بالأخ علي جمال المتواجد هنا في خدمة المواطنين كافة من بيع وشراء وسياحة وإيجار وسياحة في اسطنبول. هذا الرجل لديه من الأمانة والإخلاص والوفاء الكثير لما لمسته خلال هذه 25 يوم الموجود أنا فيها في اسطنبول، من خلال أنا تعاملي معه بإيجار إحدى الشقق الجميلة جدا وفي قرب في منطقة السلطان أحمد وقرب من الجامع الأزرق، وكذلك من التعامل الصريح والمميز ما بينه وبين الآخرين وما بينه وبيني أنا شخصيا، وكذلك لديه صراحة كبيرة جدا في التعامل. حتى وأنا كنت في بريطانيا عندما أرسل لي فيديو للشقة، نفس الشقة التي أرسلها لي هي نفس التي أسكن بها حاليا. نصيحتي للجميع لمن لديه نية الاستثمار وكذلك البيع والشراء وحتى الإيجار الاتصال بالأخ علي جمال في اسطنبول. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. اولا اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا وفقني دلوقتي وفتحنا شركة كويسة جدا ومع الشريك التركي اللي هو نفس تفكيري نفس دماغي بالظبط. شوفوا يا جماعة دلوقتي احنا بنشتغل ازاي في العقارات. اول حاجة رقم واحد بنشوف الشقة او العقار لو سعره كويس ولقطة نتوكل على الله، بعد كده بنروح نشوفه ايه النقطة التانية، مكانه، هل مكان امين، مكان يصلح لعيلة، مكان جنب المترو والمواصلات، دي تاني نقطة. تالت نقطة الطابو، يعني ايه الطابو؟ اللي هو سند الملكية. بنشوف الطابو، ايوه بنشوف الطابو صحيح او مش صحيح لانها امانة. مين حلقة الوصل؟ مين حلقة الوصل بينكم وبين المالك؟ احنا، فدي امانة كبيرة جدا. احنا بنشوف الطابو سليم وكل حاجة جميل جدا، والمالك سليم وكل حاجة كويس جدا. فبعد كده بنقول للمالك شوف عايزين نوصل لك حاجة واحدة مهمة جدا، بما اننا الحمد لله احنا خبرة في العقارات، المشتريين الوقت بيعملوا ايه؟ بيشوفوا الاسعار. فانت لو جبت لنا السعر النهائي وسعرك يكون احسن من الشقق اللي حواليك شقتك هتتباع بسرعة، فبناء عليه بيدينا سعر نهائي، وبعد كده السعر بنحطه على الفيديو. ده اللي انا بصمم فيها، اي فيديو بعمله بحطه على الفيديو عشان تشوفوه مباشرة، وبعد ما تيجوا ان شاء الله بتقعدوا مع الملك مباشرة من نكولي. كويس، بناخد النسبة المعروف عليها هنا في تركيا العادلة. كويس، دي حاجة. تاني حاجة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا، انكم ما تقلقوش علشان ان شاء الله هنكون معاكم لغاية ما تستلموا طابو الشقة باسمكم، لغاية ما تستلموا سند الملكية يعني طابو الشقة باسمكم ان شاء الله، واحنا هنكون في ظهركم وهنكون في كتفكم ان شاء الله. واتطمنوا، اتمنى ان شاء الله اشوفكم قريب في تركيا. شكرا وبحبكم جدا. علي جمال، اسطنبول، تركيا. مع السلامة.